الأستاذ عبد المجيد من الواحات. أستاذ عبد المجيد مساء الخير. أستاذ عبد المجيد مساء الخير، بس يا ريت تسمعني من التليفون مش من التلفزيون. أيوه أنا بكلمك من التليفون. تمام، اسمعني أنا من التليفون. أنا سامعك من التليفون. اتفضل اتفضل. عايز أكلم الباشمهندس بس. اتفضل، هو سامعك. طيب احنا دلوقتي واخدين ارض في الواحات من فتره قديمه، وارض الواحات كلها طبعا معروفه انها وضع يد يعني، والناس كلها خدت قروض هناك من البنوك من البنك التنميه، وكل دلوقتي الاراضي اللي ما جابتش معانا حاجه، وكل دلوقتي مش قادر يسد، والناس هناك حالتها تعبانه، العين حالتها تعبانه تعب جامد. ده فين يا حاج عبد المجيد؟ ده فين؟ في الواحات البحريه. في الواحات البحريه، الارض اللي انتوا واخدينها ارض وضع يد مش كده؟ صحراوية. ارض صحراوية. من امتى؟ من واخدينها من زمان. من زمان. واخدين قروض يعني ومش قادرين تسددوا. يعني هي المشكلة عدم القدرة على السداد، علشان ما عادش قدرة على السداد خالص، الناس كلها مش انا لوحدي يعني، الناس كلها مش قادرة تسد. طب والبنوك قالت لكم ايه؟ البنوك اللي ماشي واللي مش ماشي واللي ساب الارض، والناس كلها بقى كل واحد بقى يجري في سياقه خلاص، ما حدش عارف هو ايه اللي هيحصل. طيب هو الفرع اللي هناك اللي انتوا بتتباعوا له يا حاج عبد المجيد ايه فرع ايه؟ فرع الوحات تبع الجيزه برضه، تبع ابو النمرس. مش سامع. تبع ابو النمرس بيقول. فرع هو فرع في الوحات، بس فرع الوحات تبع ابو النمرس، وابو النمرس تبع الجيزه. ابو النمرس جيزه. يعني انتوا تبع ايه؟ يعني انتوا تبع فرع ابو النمرس في الجيزه؟ احنا فرع الواحات، فرع الواحات ده بيتبع ابو النمرس، وابو النمرس بيتبع الجيزه. طيب حاضر حاضر، فرع الواحات يعني. فرع الواحات. طيب حاضر، انا يعني اذا سمحت لي انا هشوف الموضوع دوت، وهاجيب مدير فرع الواحات ونشوف. انتوا العدد تقريبا قد ايه يا حاج عبد المجيد؟ لا العدد كتير، العدد يخش في 500 ألف بدري يعني. 500 ألف واحد؟ لا لا 500 أو 1000. 500 أو 1000؟ 500 ألف. حاضر. الوادي الجديد كلها ما تطلعش. ما أنا مش عارف يعني. طيب يا ريت بس حضرتك يا أستاذ عطية إنه الحاجات اللي بتاخد بيها مرخصات. أنا باخد بيها نوت أهو، ولو هو في برضه عند حضرتك حاجة تبلغنا إدينا. ما أنا بعمل كده. الحاجات دي باخدها. تمام. وإن شاء الله لما بتتحل ببعت لحضرتك وبتقولها. جميل. لو أنت كمان حد بعت لك أرجو لو سمحت. ده أنا حد، أنا كتير جدا هيبعتوا لي. أنا أبقى سعيد ومبسوط. بص خلينا كلنا نتعاون عشان الموضوع دوت، وعشان إخواننا المزارعين، وأنا صدري واسع لهم جميعا. تمام. طيب الاستاذ احمد من الدقهليه. استاذ احمد. طيب احمد من الفيوم، بلاش احمد الدقهليه. الو مساء الخير يا ابو عمرو. مساء الخير، من الدقهليه ولا الفيوم؟ فيوم يا فندم. فيوم احسن ناس، اهلا وسهلا استاذ احمد. احمد فيوم. اتفضل يا استاذ احمد. احب بس على حضرتك وضيف حضرتك الكريم. هو استاذنك يبقى في كام نقطه بس عايز اتكلم فيها سيادتك بالنسبه للاستماد. تمام. الجمعيات الزراعية سيادتك عايزة إعادة هيكلة. الجمعيات الزراعية. يا فندم. تحتاج إلى إعادة هيكلة. حضرتك دلوقتي حالياً الأرض الزراعية معظمها مبني عليها. تمام؟ وأصحابها الأساسيين بيصرفوا لها كيماوي. لحد النهاردة، وغير إن في حيازات وهمية سيادتك. طيب النقطة الثانية يا أستاذ أحمد. اتفضل يا فندم. النقطة الثانية اتفضل. النقطة الثانية يا فندم سيادتك دلوقتي بالنسبة لتقسيم أراضي للشباب الخريجين. حضرتك دلوقتي بتقسم مثلا كل شاب خمس فدادين، طب انا عايز اعمل الدولة عشان اقدر ازرع وانتج. مين هيدعمني؟ انا شاب خريج مثلا 2012 2013 مش معايا سيوله. اقدر مين يدعمني عشان اقدر ازرع وانتج وادي محصول للبلد؟ طب وانت ما بتاخدش قروض من البنك او حاجه؟ لا هو حاليا انا كمل مسيرتك، انا كنت واخد كارد اقتصادي حاليا 7000 جنيه بس اقتصادي. قرض اقتصادي. تمام. يعني انا حاليا متعثر مش قادر ادفع 7000 جنيه، فمش عارف الحل فيها ايه. هي كانت 5000 وحصل عليها ثوابت بقت 7000 جنيه حاليا. طب ما رحتش حضرتك للبنك وحاولت تدفع اي حاجه ويعمل لك جدوله على 5 سنين ولا حاجه؟ والله حضرتك البنك حاليا بيقول لك الاقتصادي، لا انت الاقتصادي لازم تدفع وكده، انت لازم تدفع من راس من اساسي، والفوائد دي ممكن تدرجها. طيب النقطة الثالثة.
لا هو كده تمام فندم، سيادتك بالنسبه للقرض الاقتصادي وتقسيم الاراضي وحضرتك. طيب بص هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للجمعيات الزراعيه اعتقد معالي الوزير مدي الموضوع ده اهتمام كبير جدا، سواء للتعاونيات او في قوانين جديده هتصدر في هذا الشان، ويمكن يعني انا مش عاوز اقول ان معالي الوزير ووزاره الزراعه مهتمه بما يخص المزارعين وبما يخص الزراعه اكتر من المزارعين نفسهم، فاعتقد ان دي على اجنده معالي الوزير، واعتقد ان زمايلنا اللي في وزاره الزراعه والموضوع ده ان شاء الله اعتقد ان هو في طريقه الى الحل في اسرع وقت، وده اللي انا كنت بسمعه الحقيقه، وانا عارف ان دي فيها اجراءات بتتعمل. حاجه الثانيه بالنسبه للقروض اللي بالنسبه لاراضي بتاعه شباب الخارجين، يا جماعه انا برضو بقول لكم بصفه عامه، شباب الخارجين كلهم دول هدف من أهدافنا إحنا كبنك، إنهم بنعتبرهم هم الأولى بالرعاية. ليه؟ لأن إحنا عاوزين شباب الخارجين دول هم اللي يبقوا ال 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 القوة الضربة في عملية الزراعة والتنمية الزراعية. فأرجو لا بالنسبة لشباب الخارجين إحنا عاملين برامج كتير قوي، عشان برامج للزراعة وبرامج للميكنة وبرامج لتربية المواشي والبتلو والثروة الداجنة والأسماك وكل ده، فأرجو يا جماعة برضو زي ما أنا بقول برضو هو مش قصور من ناحيتكم، وممكن يكون قصور من ناحيتنا كبنك في إن إحنا مش عارفين نوصل لكم صوتنا وحزمة البرامج اللي موجودة. لكن فيما يخص، ودي أنا هركز عليها برضو مع زمايلي في رؤساء المناطق والقطاعات، إنه لازم كل تجمع فيه شباب خارجين لازم هيروحوا له. ويمكن إحنا حضرتك على حاجة، إحنا عاملين مشروع جميل جدا مع أرض الخير في الصعيد، ودلوقتي بنعمل معاهم مشروع جميل جدا هيوصل لحد حلايب وشلاتين، احنا وده كله متعلق بمجموعه من شباب الخارجين واللي موجودين في هذه المناطق. فانا وعد مني ان جميع التجمعات بتاعه شباب الخارجين انا هطلب حصر بيها، وهاعمل فريق عمل للمجموعات دي هتروح لكم، وهتشوف لو عندكم مشاكل بالنسبه لاقراض قديم وفي شيء من التعثر هنحله معاكم. بس هتروح لهم فين؟ في الاماكن بتاعتهم. يعني انا بقول لحضرتك هطلب حصر بشباب الخارجين في اي منطقه وفي اي مكان، وهعمل مجموعه فريق عمل. تمام. فريق عمل ده هو اللي هيتحرك لهم. تمام. وعلى الطبيعه هيحل مشاكلهم، لو كانت مشاكل قديمه من ناحيه الاقراض هيحلها كتعثر. وإذا كان هناك تمويل جديد هندرس معاهم هذا التمويل، وممكن نخلي الكلام ده من خلال التجمع نفسه، من خلال المجموعة نفسها، الكيان اللي موجود. تمام. زي ما قلت لحضرتك وشرحت حكاية مشروع أرض الخير والتجمعات دي. طيب أنا عندي تليفونات كتير يعني حقيقة. حمدي من البحيرة، أستاذ حمدي مساء الخير. أيوة يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. لا تفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني من مشهد السيد رئيس مجلس اداره البنك. أيوة. اهلا وسهلا استاذ حمدي، اتفضل. في بنك قريه النجيل. قريه؟ واقفين صرف سلف اناث. قريه ايه لو سمحت حاج؟ قريه النجيله كوم حماد. النجيله نجيله 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 كوم حماد. نجيله كوم حماد بحيري. واقفين صرف ايه بقى يا استاذ حمدي؟ ما هم مش راضيين يصرفوا اناث. اناث؟ مشروع تربيه اناث. بعد ما خلصت كل الاجراءات قال لك انت كنت متعسر في سنه 2000، سددت في 2007 عاجل. يعني ما هم مش راضيين يصرفوا. طيب يعني انت ما سددت كل اللي عندك وما فيش اي مشاكل؟ لا ما فيش اي مشاكل من 2007. طيب وكل اجراءات القرض الجديد عملته؟ مخلص كل حاجه وما هم مش راضيين يصرفوا. طيب انا هشوف الموضوع ده وهنصرف لك القرض، ولا تزعل، انا عنينا ليك. طيب الاستاذه ناديه من القاهره مساء الخير.
ايوه مساء الخير استاذ عمرو. اتفضلي يا فندم. من فضلك اسلم الاستاذ عطيه سالم. هو بيسمعك. الاستاذه ناديه. أيوة. اهلا يا استاذه ناديه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا عندي مزرعه في البحيره وشغاله مشاتل، وكنا بناخد فايده تعاونيه على المشاتل بفايده قدرها 5%. اعتبارا من 15/5/2011 فوجئنا ان الفايده وصلت 14.5%. بالرغم من المشاتل دي بتخدم على الزراعه، ليه ما بنتعاملش بقرض تعاوني عليها زي القرض اللي على الزراعه؟ يعني هو كان الاول المشاتل دي بتاخد القروض مدعمه. ايوه مدعمه. اعتبارا من 15/5/2011 صدر دوري برفع الفايده 14.5%. هل ممكن ترجع زي الاول عشان نقدر؟ بصي حضرتك، انا لو تسمحي لي طبعا، انا ما اعرفش ايه ظروف 2011، لكن ما يعني ما كنت، لكن هشوف الموضوع ده، واذا كان كده هشوف ليه اولا شالوها من الدعم، ونحاول ان شاء الله نرجعها، لان هي ده غرض زراعي، ما هواش ايه اي غرض تاني. اي حاجه تخدم الزراعه او مكمل للزراعه او اي حاجه زي كده، انا اعتقد ان ايه مش هيبقى فيها مشكله ان احنا لما نعمل فيها شويه مجهود ان شاء الله نرجعها تاني ان شاء الله. تمام. استاذ احمد من اسيوط، مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم يا عم عمرو. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. يا عم قطع الخط. معلش.